هاتوا يا جماعة 10 بيضات 10 بيضات وكيس اسود وشوية تبن، وتعالوا نملالكم البيض فراخ وبط ورومي وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها من على السطح بتاعكم انتوا، من طيوركم انتوا. الانتاج بتاعنا يا جماعة هيبقى من عندنا احنا، من على السطح بتاعنا، مش هنروح نجيب من المعامل، وحاجة المعامل ما بتبقاش كويسة، ولا الفراخ بتاعت المعامل ما بتبقاش كويسة. في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا فقاسة ببلاش بكيس اسود وشوية تبن ومعانا البيض، البيض اللي انتوا عايزينه، بس هي يفضل يكونوا 10 بيضات بس. اي نوع بقى، بط، فراخ، وز، اي حاجة، حتى لو عندكم بطاقة هتفقسوه في الفقاسة دي وبدون تكلفة، وفقاسة مضمونة 100%. كل اللي انا عايزه من حضراتكم تكملوا الفيديو ده للاخر وتسمعوه كويس جدا جدا جدا. انا ممكن اكون هطول في الكلام، وبقول لكم من اول الفيديو هوت ان انا هطول في الكلام، بس هطول علشان كل كلمة في الفيديو ده هتكون مهمة ومفيدة قسما بالله، وعايز كل الناس تعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، لان بجد بجد يا جماعة الموضوع ده شاغل ناس كتير جدا. يلا بينا يا جماعة كده نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وننزل نعمل لايك في للفيديو، ونشترك في قناتنا يوميات في مزرعة لو مش مشتركين، ونفعل الجرس علشان يوصلنا كل جديد، ونرجع نعرف طريقة عمل الفقاسة بالكيس الأسود والعلبة البلاستيك. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على قبل بس يا جماعة ما أقول لكم فكرة الفقاسة دي، عايز أفكركم بالفقاسة برضو الطبيعية اللي 100% اللي بنعملها بالفرخة، وعملت لكم الفيديو ده، وعملت لكم فيديو كان عملي وفيديو كان نظري. نظري اللي هو ساعة شرحت الطريقة وقلت فيها ازاي نرقد الفرخة على البيض، والفيديو ساعة نفذناه، وبالفعل يا جماعة بسم الله ما شاء الله الفرخة راقدة، بتطلع بس لما اجي احط لهم الاكل وبتاكل وتشرب وتدخل، لان زي ما انتم شايفين كده احنا لسه الصبح اهوت انا حطيت لها الاكل. بالنسبة يا جماعة للناس اللي لسه جديدة في قناتنا يوميات في مزرعة، هسيب لكم رابط الفيديو بتاع الفرخة واحنا النظري والعملي في اول تعليق مثبت، وبرضه هقول لكم الطريقة دلوقتي ازاي يا جماعة. انا بنقي فرخة كده تكون هادية تكون مفتقرة، لو ما بتبطش يكون احسن، يعني لو فرخة ما بتبطش يكون احسن. طبعا ديت ما بتبطش، السودة دي بتبيض، فانا اخترت دي. باخدها يا جماعة واعمل لها عش كده كويس ويكون محكم في مكان هادي، يعني انا حاططها في عشة لوحديها، انتوا تقدر تحطها في بوكسة في اي حاجة، المهم ان يكون مكان لوحديها، المهم يا جماعة انه يكون مكان لوحديها. وبنحبسها يوم سليم، يعني انا كده الصبح اهوت خدتها فطرتها، هي فطرت اهيت، هاخدها امسكها ادخلها جوه من غير اكل ولا مية لمدة يوم سليم. بكرة تاني يوم هحط لها شوية اكل بساط وشوية مية بصوت، تاكل وتشرب وتروح رقد على البيض. طب ما رقدتش على البيض وما استقرتش، باخدها انا احطها على البيض واروح حاطط فوقيها قفص او اي حاجة بحيث ان هي ما تطلعش. 3-4 ايام بالظبط يا جماعة وهتستقر على البيض الفرخة، بسم الله ما شاء الله مستقرة هيت، قربت تطلع بيض الفراخ، وكمان تحتيها بيض بط، فقاسة مضمونة 100%. الفرخة بتقدر تشيلوها عدد البيض اللي انتوا شايفين ان هي تقدر تشيله، تمام. وقلت لكم برضه في الفيديو ده ساعتها ان لو انتوا عايزين تطلعوا كتاكيت بس ممكن ترقدوا البطه بعد ما تفقس على بيض فراخ وهتطلع لكم كتاكيت. طيب الناس بقى اللي بتسال على الطريقه بتاعت الفرخه دي نقدر ان احنا نعملها مع البطه؟ لا يا جماعه ما ينفعش نعملها مع البطه. طريقه الحبس ديت تتعمل مع البطه لو البطه كانت بيضه وما رضتش ترقد على البيض، لو البطه كانت بيضه وما رضتش ترقد على البيض نعمل معاها طريقه الحبس. برضه يا جماعة الرومي لو الرومية بيضة ومش راضية ترقد على البيض نقدر نعمل معاها طريقة الحبس اللي هو احنا نحبسها على البيض وهي هتبيض. وقلت لكم برضه يا جماعة على الطريقة التانية ان احنا نفقس من تحت الحمام، ان احنا نحط البيض تحت الحمام ويفقس، وبالفعل يا جماعة ناس كانت عارفة الموضوع ده وكانت عاملاه وشكرت فيه وقالت احنا فعلا بنفقس من تحت الحمام وبيطلع لنا خير كتير.
تمام. دي كده يا جماعه الافكار اللي انا كنت قايلها لكم في الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده. وطبعا عملت لكم طريقه صنع الفقاسه اللي هي بالكرتونه، الفقاسه الكهربائيه اللي بنقلب احنا فيها البيض ونحط ميه والكلام ده كله، والفيديوهات كلها على القناه. والحمد لله الحمد لله الحمد لله يا جماعه، سواء الفقاسه ام الكرتونه نجحت معايا. ان انا رقد روميه على بيض فراخ نجح معايا، او بيض بط ان انا رقد الفرخه غصب عنها بسم الله ما شاء الله نجح معايا، ان انا رقد الوز على بيض الرومي نجح معايا الحمد لله. وعملت لكم الفيديو في الموضوع ده، وفي اخر الفيديو ده هوريكم ازاي رقدت الوز على بيض الرومي. تعالوا بقى يا جماعه ندخل على الموضوع الاساسي بتاعنا، او الموضوع الرئيسي اللي هي الفقاسه أمه بلاش اللي من عند ربنا، اللي كل اللي محتاجينه فيها هو كيس اسود وشوية تبن والبيض. اولا يا جماعة كده الفكرة ديت مش فكرتي، الفكرة دي مش فكرتي، الفكرة ديت انا شفتها متداولة بشكل كبير جدا على الفيسبوك وعلى الانستجرام او الانستجرام زي ما الناس ما بتقول في الدول العربية. الطريقة دي يا جماعة مشهورة جدا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ما شفتش حد خالص بصراحة عاملها على اليوتيوب. انا شفت ناس بس كده بتهري وتقول لك علبة بلاستيك ونحط فيها البيض وبيطلع كتاكيت، معرفش ازاي ده برضو. احنا هنشوف الطريقة ديت. اللي عاملين الطريقة دي يا جماعة طالبين ان احنا نجيب كيس اسود حراري، مش فاهم يعني كيس اسود حراري ده بصراحة. فلما رحت سألت في محلات الاكياس قالوا لي لا ما فيش حاجة اسمها كيس اسود حراري، في كيس حراري اللي بيدخل الفرن وده كيس شفاف ابيض ما فيش منه اسود. وسألت في اكتر من 10 محلات، ولو انتوا برضو يا جماعة تعرفوا حاجة اسمها كيس اسود حراري في، لو حد يعرف النقطة ديت يا ريت يكتب لي تحت في التعليقات، انا بأكد اهوت لو حد يعرف النقطة بتاع كيس اسود حراري ديت يكتب لي تحت في التعليقات. المهم ان الراجل قال لي ما فيش الكلام ده، في فرز اكياس نظيفة وفي فرز وحش. قلت له الفرز النظيف، قال لي الفرز النظيف الكيس منه بنص، والفرز العادي الخمس اكياس منه بنص جنيه. فقلت له خلاص هات لي كيس من اللي هو الكيس النظيف. وبالفعل يا جماعه جبت كيس من الكيس النظيف اهوت الاسود، وحطيت فيه التبن زي ما هم ما قالوا، وكمان زودت انا على التبن رده عشان زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الفرخه قبل كده ان الرده بتسخن البيض كويس جدا وبتخليه يفقس. ورقدوا عليه عندكم الفراخ او البط او الوز على الرده يعني، علشان الرده بتدفي البيض كويس. الرده ديت يا جماعه ايه هي؟ الردة ديت اللي هي قشر القمح اللي هي النخالة، الناس اللي بتسميها نخالة او قشر القمح. بعد ما القمح ما بيطحن وبناخده دقيق كده بيطلع دقيق وبيطلع القشر بتاعه اللي هو بيكون لونه اصفر زي ده كده يا جماعة، ده قشر فول اهو، ده قشر فول اهو، ده قشر فول، ده قشر فول اللي انا بأكل منه البط، هي النخالة بالظبط عاملة زيه. ممكن نحط منه نرقد منه الفراخ عادي. كيلو النخالة دي يا جماعة عندنا في مصر بخمسة جنيه، وكيلو قشر الفول ده برضو بخمسة جنيه. المهم يا جماعة انا حطيت الكيس الاسود والتبن ورصيت البيض زي ما هم ما قالوا بالظبط، تمام. كملوا بس للاخر وهنشوف كل حاجة. وطبعا يا جماعة طالبين علبة بلاستيك تكون زي دي، تكون علبة بلاستيك سودة زي الحمرة دي. مش فاهم انا ازاي، انا عمري في حياتي ما شفت علبه سودا زي دي بصراحه، عمري في حياتي ما شفت علبه بلاستيك تكون سودا كبيره. الله اعلم طلع ولا ما طلعش، انا كل اللي بشوفه الوان. طبعا انا عندي دهيت اللي هي العلافات بتاعه الطيور، سبحان الله جت لحزن الحظ سودا، فاستغليتها وقعدت فيها الكيس بالشكل ده، تمام. فيا جماعه رصينا البيض اهوت على جنبه عشوائي كده، رصينا البيض كده، ضبط فراخ على بطبط على بيض رومي اهوت، وحطيت الكيس. المفروض ان انا هربط الكيس، هربط الكيس يا جماعه وهرجع اوريكم اهو، هربط الكيس وهرجع اوريكم. انا ربطت الكيس اهو يا جماعه بالطريقه دي كده ومخلي فيه هواء، المفروض ان انا هخلي فيه هواء، تمام. ويكون علبه سوداء فوق، علبه سوداء كبيره زي دي كده فوقيه، وعلبه سوداء كبيره تحتي، يعني علبتين يكونوا داخلين جوا بعض وفي قلبيهم الكيس، تمام. والمفروض ان احنا بعد 3 ايام من عمل الكيس ده بنمسكه كده بالراحه، بالراحه جدا، ونروح قلبينه على ظهره كده، وبتكون دي الطريقه اللي بنقلب بيها البيض، ونهزه 3 هزات كده يا جماعه ونحطه كده، ونروح حاطين عليه العلبه البلاستيك بتاعته الثانيه السوداء ونسيبه كده. طيب كل الكلام ده لا كهرباء، لا بنحطه في كهرباء ولا بنحطه في فرن ولا بنحطه في اي حاجه، كل الموضوع ده على اشعه الشمس، على اشعه الشمس. طيب بالعقل انتوا كده، بالعقل يعني، بالعقل بالعقل، هل الطريقه دي تنفع؟
يعني انا مش فاهم الطريقه دي تنفع ازاي. طيب فرضا ان فعلا الكيس سخن، يعني انا دلوقتي الشمس مسخنه الكيس ومسخنه الطبق، وعلميا ان الاسود الحاجه السوداء بتجذب اشعه الشمس، وعلميا يا جماعه ان الحاجات السوداء بتجذب اشعه الشمس او بتجذب ضوء الشمس، وبالتالي بتكون جايه حراره. طيب تمام، البيض هيفضل في الهواء كده عادي على السطح او في البلكونه في الشمس، هيشد اشعه الشمس والكيس يسخن معانا والطبق يسخن معانا وكل حاجه هتبقى تمام معانا. طيب بالليل، بالليل يعني انتوا بتقولوا هتسيبوه في على السطح بتاعكم على المنزل او كده لمده 21 يوم، ده بيض الفراخ، بيض البط لمده 31 يوم، بيض الرومي لمده 26 يوم، بيض الوز لمده 31 يوم، كل حاجه وعلى حسب ما بتفقس. الفكره ان انتوا كل يوم تقلبوا كيس كده شمال ويمين وبالطريقه ديت وتظبطوه كده، وتهزوا الطبق ثلاث هزات وتروح حاطين عليه العلبه الثانيه كده. طيب يا جماعه، يعني لو في مثل بيقول لو اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، بالعقل بالليل بالليل. طيب بالليل هنعملها ازاي؟ طيب هي دلوقتي من الساعة 7 الصبح للساعة 5 المغرب بيكون في شمس وهيكون الشمس مسخنة الكيس. طب بالليل العشر ساعات بتاع بالليل دول او الخمس ساعات بتاع بالليل دول، طب ده بيبقى الجو برد يا جماعة. ده لو وزة او بطة راقدة على البيض وقامت شوية او طارت او كده البيض بيبوظ والجنين بيموت، فبالتالي الفكرة دي كدب، الفكرة دي كدب، فكرة فاشلة، فكرة فاشلة استحالة. والفكرة برضو يا جماعة ان انا كل اللي بشوفهم عاملين الفكرة ديت مش جايبين انتاج، يعني هما مش جايبين انتاج لدرجة ان انا فكرت ان انا اعملها بس بالعقل كده، يعني بالعقل ازاي هيفقس في الكيس. بغض النظر عن انه هيفقس في الكيس يا جماعة، ما كانش حد غلب والله العظيم، لو هيعملوا فقاسة على اشعة الشمس كده على اشعة الشمس ما كانش حد غلب، كان كل الناس عملت كل الناس جابت، ما فيش اكتر من الشمس الحمد لله. يعني ده انا على كده عندي كنت عملت كتير، انا الشمس عندي على السطح ال 24 ساعة في ال 24 ساعة الحمد لله. فبالتالي يا جماعة الطريقة دي كده، الطريقة دي كدب، الطريقة المضمونة ان احنا يا نرقد فرخة عندنا يا نعمل فقاسة اللي بالكرتونة. طب والله العظيم الفقاسة بتاعت الكرتونة انا اضمنها عندي، طب دي هقيس لها درجة الحرارة ازاي؟ هعرف ازاي ان انا اظبط درجة الحرارة بتاعتها 37 ولا مش 37؟ طب هقلب البط بس، كل الفكرة ان انا اشيله شمال ويمين شمال ويمين. عامة يا جماعة الجنين بيتعرف في البيضة من سن 5 ايام، يعني انا بعرفه من سن 5 ايام، وانا الطريقه معاكم اهيت انا قررتها، مش مهم ان انا اضحي بعدد البيض ده، مش مشكله، مش مهم، الواحد يا ما بيعيش يا ما بيجرب. وخليكم فاكرين يا جماعه انا هسيبها وهجيب الطبق البلاستيك التاني اهو، كل حاجه معاكم في الفيديو اهو، الطبق البلاستيك التاني اهوت كده اهو يا جماعه، اللي اتنام فوق بعض همط واحسن كمان من اللي هو كان عامله اهو، وهسيبها في الشمس. بس انا بالليل بقى هاخدها احطها في الفقاسه، انا بالليل كده هاخد الطبق زي ما هو كده والله العظيم، هما الاتنين مكفيين على بعض كده، واحطهم تحت في الفقاسه عندي في الكرتونه، هبقى شغال لهم الكرتونه بالليل وهنشوف على 5 ايام هل هيتكون جنين ولا مش هيتكون جنين. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه، وانتظروا بعد 5 ايام ان شاء الله من النهارده هنفرز البيض ونشوف النتيجة. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، ويا جماعة محدش يجرب الطريقة ديت غير لما انا اجربها الاول، لو انا جربتها ونفعت هطلع واقول لكم نفعت، لو ما جربتهاش وفشلت هطلع اقول لكم فشلت. ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسف جدا على الاطالة.